اي سايح ما جاش لوكسور ولا ركب الحنطور وتحنطر وزنه ما يعيش ولا يوم. في اكيد سر في الاقصر. ايه سر الاقصر بقى؟ فيها سر عجيب بيجذب الناس، فيها اكبر ارث حضاري وثقافي للبشريه جمعاء. عندنا الشمس والخضره. النيل لوحده سر. جواها جميل وطبيعه بتاعتها حلوه. الأقصر هي أيقونة الحضارة المصرية القديمة، هي المكان اللي واضح جدا فيه كل مقومات الحضارة المصرية. السائح لما بيجي من المدينة مش عاوز يروح، ما يغسل همومه. تحسه براحة نفسية هنا. كفاية كرم. ناس لقصر. ناس أكيد. إحنا مش بنسميه زائر، بنسميه ضيفة. في ناس بتحس إن في طاقة جاية من الأماكن دي. روح مصر القديم اللي هي ما زالت موجودة لحد دلوقتي وبتأثر في كل حد. يعني ريحة القدماء المصريين موجودين في بتاعة لقصر دلوقتي. فيها سر مهما أوصل فيه مش هقدر أوصل له. هذا سر حقيقي. سر رباني يعني. سمعت يا دكتور ان الاقصر من اغنى بلاد العالم في الاثار وفي الشهره وفي التاريخ، هل ده حقيقي؟ عندك حق، بنتكلم على الاقصر اهم مدينه اثريه في العالم. الاقصر تعتبر موسوعه مصغره لتاريخ وحضاره مصر. بتتميز بكميه اثار مش موجوده في اي مكان في العالم. بنتكلم على اكتر من 4000 سنه عمر تقريبا، بنتكلم على تنوع غير عادي. الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصور المتأخرة، الفترة اليونانية، الفترة الرومانية، في تنوع غير عادي. يمكن الأقصر هي المكان الوحيد اللي بتتفرد بوجود هذا الكم الزاخر من الكنوز. الأقصر بناها أعظم ملوك مصر اللي حكموا مصر في فترة الدولة الحديثة. قوة الدولة المصرية كانت الدولة الحديثة. هنا موجود أكتر كمية معابد ومقابر بترجع للفترة دي. معبد الكرنك يعتبر من أكبر دور العبادة في العالم كله. عندنا معبد الأقصر، ظهرت معابد الأقصر. إحنا بنتكلم على آلاف من المقابر، النقوش والألوان اللي فيها، الألوان زي ما كان بيشوفها المصر القديم. لنا نتخيل كل الحوائط الموجودة في كل المعابد وكل المقاصير بنفس الألوان وجمالها. يعني كل الألوان دي حضرتك عايز تقنعني إن هي فعلا بقالها كل المدة دي مفيش فيها تعديلات حديثة؟ في عندنا قواعد بتحكمنا، ودي قواعد منظمة للعالم أجمع في عملية الترميم. كل الألوان اللي احنا شايفينها هنا يا أسماء ألوان بترجع للأسرة 19، ممنوع إن احنا نلون. وادي الملوك أهم منطقة أثرية على مستوى العالم، المكان اللي الملوك مصر العظام كلهم موجودين فيه، وبنجد يمكن روعة النحت والنقش والألوان الجميلة جداً اللي مش موجودة في مكان تاني. وهنا طبعاً أشهر الملوك على الإطلاق الملك توت عنخ آمون، ومقبرته اللي عُثر عليها سنة 1922، والكنز بتاع المقبرة اللي بيشتمل على أكثر من 5000 قطعة أثرية ماستر بيس. جدي ابتدى هنا سنة 1907 كمصور مصري، سايب حوالي 1940 صورة صور بالكاميرات دي. كل دي صور نادرة، أغلبها في حدود 100 سنة، ومغطية الصعيد كله من أبيدوس لغاية النوبة. وده آخر طريق الكباش، وده الملك فؤاد لما زار الأقصر بعد اكتشاف المقبرة. يعني الأقصر كانت قبلة الملوك والرؤساء بعد اكتشاف المقبرة. يعني الأقصر بتعتبر مدينة بتجمع بين كل الحضارات، الحضارة الفرعونية، الحضارة الرومانية، والحضارة القبطية والإسلامية، امتزاج بين الأديان سبحان الله. فيه فهم عالي لناس لوكسور
إن الآثار دي بتاعتهم هم. مساعد زيد أبو الحجاج وصل هنا الأقصر وبقي مسجده هنا وهي النقوش زي ما هي قاعدة، محدش لقي فيها خالص. المعبد ده كانت فيه ناس ساكنة فوقيه، كان أيام فيضان النيل كانت اسمها التبة. زمان كان فيضان النيل كانت المراكب تغرق برا هنا، كان في فرعين للنيل، فرع من هنا وفرع من هنا. الدورة هي اللفة من الشمال وكانت ترمي الحلاوة وتلف، وكانت في مراكب تتحط على عربيات كارو ويرموها بالحبال، يمسكوها حوالي 20 راجل، 10 من هنا و10 من هنا، زي احتفال الفراعنة زمان. هي نفس الطقوس، هي موجودة عندنا في مولد أبو الحجاج أربع مراكب، ومعروف ارتباط المراكب بمراكب آمون، هم الثالوث المقدس لآمون وموت وخنسو، بالإضافة إلى المركب الرابع وهي مركب سيدي أبو الحجاج نفسه. أدي محبتي في نبيكي براكي تبحت السحار، ميمونة مد أول إيدي يا ما تكتر في التوحيد. بندعو جميع العالم انه يجي يتفرج عندنا في مصر عامه، وبلدي الاقصر هنا خاصه، ان هي بتعتبر مجمع للاديان. دير الشهداء ده دير من القرن الرابع بنته الملكة هيلانا على أجساد الشهداء، وبيحكي تاريخ أبائنا وأجدادنا وتاريخ إسنا بالذات. عشان كده الأقصر متفردة عن كل دول العالم من خلال هذا الكم العظيم من الآثار. ده يمكن اللي خلى الإنسان المصري القديم اللي عاش هنا امتلك مقومات التفوق، وعمل الحضارة اللي احنا شايفينها لغاية دلوقتي محفوظة اللي احنا شايفينه. بس ده لسه كمان غير الحاجات التانية، احنا في عندنا اكتشافات كل يوم بتطلع. بص في الحته العاليه دي وعلى مهلك. ماشي. الله الله، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لا ده حد المرممين يعملوا كونسوليديشن، يعملوا تقويه. منشدة أمون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سلام لك يا حبيبي. عرف عرف عرف. احنا ما نكشف كل يوم آثار مصري جديد، كل يوم ما نكشف حاجة جديدة. عشان نطلع التمثال ده والتمثال ده بسماتيك، وعشان نربط ما بين المقبرة اللي احنا طالعينها يبقى لازم يكون في ربط، لازم يكون في ربط، يبقى لازم هنا في امتداد. هندخل على المقبرة. الأقصر اتغيرت تغيير تام في الفترة الأخيرة. أسلوبنا في الترميم بدأنا نكشف عن أماكن. ده تمثال المفروض إن هو بتاع الملك نختلبه الأول، بناخد التمثال ده وبنعمل له ترميم. إحنا أمام تمثال الملك تحتمس الثاني من ملوك الأسرة 18، وإحنا دلوقتي في إطار مشروع لإعادة ترميمه واستكماله بأيدي مصرية وفريق مصري خالص. خلص فرجة الأماكن الأثرية، ممكن يعمل إيه تاني هنا؟ الأقصر فيها حاجات كتير أو ممكن تتعمل.
عندنا مقومات سياحيه اكتر بكتير جدا من الاثار. في سياحة البالون الطاير اللي هي ممكن من خلالها تقدر تكتشف الأقصر كلها بجبالها بنيلها. اطلعي صبح بدري في الفجرية نشوف شروق الشمس. في 45 دقيقة تكتشف الأقصر بكل تفاصيلها. أجمل منظرين أي واحد ممكن يشوفهم هنا منظر الشروق ومنظر الغروب. تتفرجي على الطبيعة بتاعت الأقصر من فوق وتتفرجي على المعالم السياحية كمان. اتفرج عليهم هم جايين بيلفوا على البلد كلها يعني متعة يعني. ايه ممكن تاني اعمله هنا لو جيت الأقصر؟ الأقصر الله اكبر على النيل والفسحة بالمركب الشراعي الفلوكة والشاي مع الغروب. ممكن يتمشى في البلد سوق الإدارة وسوق السياحي. تقدر تحتك بالأهالي، تقدر تتعرف برضو على العادات والتقاليد اللي هم عايشين بيها وبيمارسوها لغاية دلوقتي. برضو ممكن تركب الجمل، تركب الحمار، تركب الحصان. نايل كروز برضو هنا من الأقصر أسوان، إدفو، كابومبو. في الكروزات، في الفلايك، عندنا هنا بتنطلق رحلات الذهبيات. عندنا مرسم كان بيجتذب أشهر رسامين، كانوا بيقعدوا ويرسموا بقى البيوت بتاعت الجورنة وبتاعت الغرب. في حاجات كتير تاني ممكن تتعمل، عادات وتقاليد في الاحتفالات مثلا. الأقصر هي مقصد سياحي متكامل فيها كل حاجة، بالإضافة طبعا للآثار اللي هي بتميزها، لأن الأقصر تعتبر أكبر متحف مكشوف في العالم. هي موقع مصري مسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو من سنة 1979. الأقصر فيها كل أنواع الآثار اللي ممكن تنتظرها، ولكن الأقصر مش بس آثار عظيمة، في سائحين بيجوا مرة واثنين وثلاثة في السنة، لأن الأقصر ما تتشافش في مرة ولا في مرتين ولا في ثلاثة. فضل. في كمان ناس كتير جدا أجانب قرروا أنهم يقيموا لفترات طويلة في هذه المنطقة السياحية الأثرية الرائعة والفريدة. كتير من الناس بعد ما تقضي حياتها كلها في ضغوط عمل وحسابات وتعقيدات وتعاملات إنسانية قد تكون صعبة، بيبحثوا دايما على العيشة في مكان هادئ آمن مع ناس طيبة بسيطة محبة للحياة، وسط حضارة ثرية، وسط طبيعة خلابة، وسط شمس زي اللي احنا موجودين فيها في الشتاء، بعيد عن الجو البرد القارس في دول أخرى. ربنا ادانا نعمة كبيرة قوي، ادانا شواطئ، ادانا شمس، ادانا جو حلو، ادانا ناس طيبة، وأجدادنا سابولنا حضارة تميزنا عن أي دولة تانية في العالم. هي طول عمرها ندهت الأجانب من زمان قوي. في بقى اللي بيجي للاستشفاء، في اللي بيجي للهدوء والسكينة. أنا أعرف ناس عايشة هنا شارية بيوت وليها بالعشر والعشرين سنة، لدرجة إن بعض منهم بيحاول يقلد المصريين في كل حاجة، في اللبس بتاعه، في عاداته. I first came here to Egypt to visit in 2006 and on the very first day I knew in my heart I needed to stay here because the ruh of the people here today is exactly the same as it was thousands of years ago. So I bought land and built this house. I designed and built it myself. This is the perfect place for me to be painting here in Luxor. أنا سمعت إن أنت بتتكلم عربي، ده صحيح؟ صح، أنا بتكلم شوية عربي عشان بعد 15 سنين لازم بتكلم شوية. طب أنت بتقضي يومك إزاي هنا؟ أنا صاحي بدري عشان بحب نور الشمس، في إفطار وجرجير ولبن جاموسة وحاجة زي كده لازم. When I came to Luxor 25 years ago, I had a dream, and my dream was to build a place. I think there is something magical about Luxor, especially Luxor West Bank.
I can't explain it, but I can feel it. So what you have here, you can't find it anywhere else in the world. So it's so rich. It's fantastic. بلدنا جميلة جداً، بلدنا آمنة جداً، بلدنا فيها كل حاجة، وأهم حاجة المصريين الطيبين اللي فتحين دراعتهم لكل ضيوفها من كل دول العالم. Yeah, 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 y